فازت قائمة المستقبل الطلابي في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية إثر تفوقها على منافستها الرئيسية قائمة الوحدة الطلابية بفارق 30 صوتا. وشهدت الانتخابات انتقادات شديدة من قبل الطلبة الذين اصطفوا في طوابير طويلة منتظرين دورهم للمشاركة في عملية الاقتراع. وقال ممثلو قائمة الوحدة الطلابية إن ما يزيد على 700 طالب حرموا من ممارسة حقهم في التصويت، متهمين الهيئة الإدارية للانتخابات بالانحياز. قسما بالله.